كليك اف ام الاذاعه الاولى في تونس. تقريبا كل عام النجم يجي للدار البيضاء، كل عام فما اكيد مواجهات بين الانديه المغربيه والنجم الساحلي. بون المره هذه حسينا الامور سخونه شويه، وفما صارت شويه بروفوكاسيون، لكن النجم متعود شاف اكثر من هيك تقريبا في الملاعب الافريقيه وفي المسابقات اللي شاركها من سنوات. صحيح معناتها تاخير في التمارين امس ولا في الخروج من الماتش ماهيش كبيره برشا بالنسبه للنجم اللي شافته في التنقلات الافريقيه خاصه. الفوس ادابتي على الجو العام، وان شاء الله هذا الكل التيران 90 دقيقه ان شاء الله الاولاد يكونوا في احسن حالاتهم ويقوموا ب 90 دقيقه في على احسن ما يكون. 90 دقيقه سباقيه للنجم تاريخيه على الانديه المغربيه كل، مش حد كان على الوداد. الوداد السنه يمكن شفناه في السنوات الاخيره رجع اكثر قوته، مباراه مش باش تكون سهله، لكن زاد يمكن بالفورمه اللي قاعده تعدى بها الجمعيه في المباريات الاخرى النجم يقولون النجم قادر باش يحسم نسبه كبيره من التاهل من المغرب. صحيح الدربيات هذوما التاريخ عنده قيمته، اما ديما 90 دقيقة اللي كنت نحكي عليهم الفورمة نتاع لي جوار لو جور جي نهار المقابلة هي اللي تعطي الفارق. المقابلة باش تلعب على جزئيات صغيرة، زوز فرق يعرفوا بعضهم بالكدا، ان شاء الله فريقنا يكون مركز ونقوموا بمقابلة باهية اللي تخلينا نلعبوا مقابلة تونس بأكثر أريحية.